مثل ما تعودتوا عم نطل عليكم يوميا على شاشه الام تي في ونهيئ لكم طريقه الشوبينج مع شوبينج باي بست سيلر. اغراض متنوعه ومميزه واسعارها كثير مقبوله. انتوا قاعدين بالبيت بدكم بس تتابعونا وتختاروا الايتيمز يلي بتهمكم وتتصلوا فينا على بست سيلر على 01 44 55 55 وبيوصل لعندكم من دون اي كلفه اضافيه وين ما كنتوا بلبنان. تراستيكين هي عصا للتعكيز كتير متطورة وسعرها بس 39 دولار، مصنوعة بطريقة لتريح الشخص وما تخلي يحس حاله إنه في شي منه قادر يعمله. رح قلكن كيف. أولاً معمولة من حديد وفينا نطولها ونقصرها متل ما بدنا، بيوصل طولها مينيموم ل 80 سنتيمتر وماكسيموم ل 93 سنتيمتر. تانياً بيجي فيها دوين، دو لنشوف قدامنا ودو لنشوف الأرض. ثالثاً وأخيراً بكعب العصا في 4 سندات لتوقف، هيك بصير استعمالها أسهل بكتير وما بتعود توقع كل ما فلتت من الإيد، خاصة للأشخاص الكبار بالعمر لأن على الأكيد رح يكون عندهم صعوبة إنه ينخوا ويلموا العصا. اتصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55 واحصلوا على تراستيكين ب 39 دولار فري دليفري وين ما كنتوا بلبنان. لكل ستات البيوت يلي بتهمون ريحتن، كوردلس ويبر هي الحل. هالمكنسة على البطارية ما إلها شريط وما بدها كيس وما بتعدى وزنها الكيلو الواحد. بتسحب كل شي من الصغير للكبير، إن كان على السجاد على البلاط وعلى الباركي. مثل ما شايفين بيجي معها شارجر والبطارية من جوا، ما إلنا إلا نشرجها ونستعملها لوقت طويل. شوفوا شو هينا على الباركي، بدنا بس نمرقها على الأرض وما في زوم أبداً نشد، متركها تمشي لوحدها. الشي المنيح كمان إنه بتلقط كل الزوايا لأنه مزودة بفرشية على طرفها. وإذا بدنا نمرقها تحت التخت أو الخزاين أو حيلا شي تاني، شوفوا شو براكتيكال. بتوطوها بهالشكل وهيك بصير فيكم تفوتوها وين ما بدكم، وأكيد هيدا الشي مثل ما قلت لكم بيطبق على السجاد كما على البلاط. يعني بمختصر صار فيكم ما تعتلوا هم إذا أولادكم وقعوا بسكوي أو كورن فليكس أو حيلا شي تاني. كتير سهلة التنظيف، بدنا نشيل الجرور بهالطريقة ونكب الأوساخ. هالماشين مثل ما ذكرت ما بدها كيس ودبة كتير هين، فينا نعلقها على الحيط أو نحطها ورا الباب، يعني ما بتاخد محل أبدا وأكيد مكفولة لمدة سنة. لا تحصلوا عليها بدكم تتصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55 وبتوصل لعندكم ب 49 دولار وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. لكل يلي بحبوا يعملوا اكزرسايز ليشدوا عضلات معدتهم وعضلات ظهرهم، فيهم يستعملوا هالكرسي بكل سهولة يلي بنعمل عليها 10 دقايق كل يوم من دون أي تعب، لأنه نحنا ما قلنا إلا نشد بدهرنا لورا وهي بترجع بتطلعنا لأنها مزودة ب4 رسورات، وهيك بنكون عم نمرن عضلات معدتنا وعضلات ظهرنا بنفس الوقت. هالآيرن شير فيكن تحصلوا عليها ب60 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية، بمجرد الاتصال ببست سيلر على 01 44 55 55. لكل يلي حابين يخسروا وزن ويعملوا ديتوكس لجسمهم وبنفس الوقت يستفيدوا من مورينجا يلي هي كمان مضاد للأكسدة ومؤخر للشيخوخة، ما قالوا إلا يستعملوا مورينجا تي. المورينجا هي ثمرة شجرة المعجزات المعروفة عالميا بميراكل تري يلي معمول عليها أكثر من 900 دراسة، وكل دراسة بتأكد على فوائدها الكتيرة والطبيعية 100% لأنه ما فيها أي عنصر اصطناعي أو مواد حافظة. والدراسات كلها بتأكد أنه المورينجا فيها 10 مرات فيتامين A أكثر من الجزر، وفيها فيتامين E أكثر من الليمون والكيوي، فيها كالسيوم 17 مرة أكثر من الحليب، فيها بوتاسيوم 10 مرات أكثر من الموز، وفيها 20 مرة حديد أكثر من السبانخ، فيها بروتينز أكثر من الحليب، والأهم أنه مورينجا بتحتوي على الأمينو أسيد يلي موجودة بس باللحمة. وهلا كل الفيجيتيريان صاروا قادرين يعوضوا عن الامينو اسيد يلي مش قادرين يحصلوا عليه لانه ما بياكلوا لحمه. مختصر مفيد، المورينجا هي حارق سريع للدهون ومطري للمعده، مقوي للضفير والشعر ومنقي للبشره
ومؤخر للشيخوخة ومضاد للأكسدة. هلأ صار فينا نخسر وزن ونظهر كل السموم من جسمنا ونستفيد من كل الفيتامينز الموجودين فيها. العرض هلأ 3 علب مورينجا تي ب 35 دولار بس. تصلوا على بست سيلر على 01-44-55-55 واحصلوا على مورينجا وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. كلنا منضل عم نركض ورا الوقت وكل ما سرعنا طريقة شغلنا كل ما استفدنا من وقتنا. فيجي كولر منقرة على الكهرباء سعرها 30 دولار. بتنقر الكوسة، الباذنجان، البطاطا، البندورة وكل أنواع الخضرة والفواكه يلي بتخطر عبالكن. فيها زر كرمال تخفيف وتسريع عملية النقر. مش بس بنستعملها للنقر، بيجي معها كمان راس تاني هو عبارة عن ميكسر أو خلاط فينا نستعمله للجاتو، للكاسترد، للصوص بلانش، للأومليت وللمغلي، ولكتير أشياء بدها خفق وتحريك. ب 30 دولار فيكن تحصلوا على فيجي كولر، بتكون بس تتصلوا على بست سيلر على 01-44-55-55 وبيوصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. هول كانوا الايتمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكم. ما تنسوا فيكم دايما تتصلوا على رقم بس سيلر 01-44-55-55 حتى بعد الحلقه. تابعونا دايما على الام تي في.